أخبار اليوم. طيب حضرتك يا فندم؟ محمد زاهر، رئيس لجنة تعدين مجلس الأعمال الكندي المصري، عضو غرفة بترول التعدين. أهلا بك يا فندم في أحوال وقت أخبار اليوم. أهلا بك. بداية كنا حابين نعرف نتكلم عن التعدين في مصر. الفترة اللي فاتت كان فيه كلام إن فيه مناقصة وفي بعض المشروعات اللي هيتم الاستثمار فيها تعدينيا، كنا حابين نعرف وصلتوا لإيه فيها. حضرتك بتتكلم عن أي مناقصة فيهم؟ مناقصة الذهب، مناقصات إيه بالظبط؟ مناقصة الذهب، آخر مناقصة الذهب كانت في 2009 هي كانت مزايدة عالمية، واللي حصل إنه بعد الأحداث اللي حصلت في مصر من 2011 مرورا ب 2013 لغاية سنتنا، المزايدة تقريبا اتلغت بالكامل. يعني ما على الرغم من إن كان في ثلاث شركات، إحدى شركاتنا واحدة منهم تم إبلاغها بفوزها بالمزايدة، وفي منهم بعض الشركات اشتغلت فعلا في السايت وصرفت فلوس وطلعت أرقام، والأسواق العالمية استقبلت الأرقام دي بشكل ممتاز جدا، لكن الظروف أحالت إنه هو يعني حالت دون إن إحنا to go through this، يعني مش من طرف الشركات على قد هو ما طرف إن الحكومة ما يعني او الحكومه المصريه ما كانش في ايديها الادوات في الوقت اللي كان فيه اضطراب سياسي. كنا سمعنا انها تبقى في ثلاثه في مناقصه او هترجع تاني تتناقش تاني، هل تم مناقشتها ام اغلق الباب تماما بالنسبه للمناقصه دي؟ لا، احنا يعني انا طبعا حابب لو احنا هنتكلم في شكل عام نخلي الامور بتاعه الشركات البرايفت بزنس بتاعنا ما نتكلمش فيه، لكن احنا موقفنا الثابت من ساعتها انه احنا مش هندخل في اي مشاكل من اي نوع قانونيه، وهنبلع خسارتنا مهما ان كان، يعني مش هنروح تحكيم او خلافه لان احنا معنا شركاء كنديين، وهنبلع خسارتنا ايا كان نوعها، على اساس انه اولا البلد مش مستحملة، ثانيا انه عملية التحكيم بتاخد وقت طويل جدا ومحتاجة ريسورسز كتيرة جدا من الطرفين، فطيب احسن، واحنا عايزين نحافظ على فرص استثمارنا في مصر، ونقدر نعمل في مصر حاجات كتيرة قوي، مش عايزين الباب يتقفل بدري. بالنسبة للتعدين، قانون التعدين، انا كنت سامع ان في تعديلات فيها تتم في الفترة اللي فاتت دي. الحقيقة أنا كنت عضو اللجنة المشكلة من اتحاد الصناعات علشان نتكلم أو نفاوض ممثلي الحكومة فيما يتعلق بقانون المناجم والمحاجر الجديد، وأنا واحد من الناس اللي سجلت اعتراضي صوت وصورة عن هذا القانون ولائحته التنفيذية، على الرغم من ان الحقيقة يعني اول مرة نقعد مع الحكومة واول مرة نحط ونغير حاجات كتيرة جدا، لكن النهاردة حضرتك عندك كان في تعديل في 24 مادة في القانون 56 اللي هو القانون القديم، 16 مادة منهم الجهاز الإداري في الدولة بيحط سيطرة أكتر وأدوات أكتر، وهو ده السكوب. يعني أنا مش عايز أهاجم حد، ومش المفروض إن أنا لما أتكلم في حاجة زي كده يبقى الطرف الآخر يدافع، لا يا جماعة إحنا بندور على الصالح العام للدولة. لو استلقنا الأهم الملاحظات اللي حضرتك على القانون أو اللائحة بتاعته. والله أنا هقول لحضرتك حاجة واحدة بس، أنا هبتدي من سؤالك، أنت قلت لي إن في تعديلات عن القانون اللي هو لسه طالع، تعديلات على القانون إن هو لسه مجلس الشعب بعد ما رفضوا في أول جلسة، تاني جلسة مجلس الشعب أجازه، وحضرتك اللي بتقول كده مش أنا، فأوكي في تعديلات، طب التعديلات هتبقى في شكلها نفس القديم ولا برضو هتبقى لا طبعا في حاجات مميزة حصلت في القانون، مثلا اللجنة الاستشارية، ان احنا نعمل لجنة استشارية اعضائها من اتحاد الصناعات ومن هيئة الثروة المعدنية ومن خلافه ومن وزارة المالية ومن خلافه، ان احنا هنتكلم في الارقام اللي ممكن تتغير في اللائحة التنفيذية اللي انا شايفها دلوقتي مبالغ فيها جدا جدا مقارنة بباقي دول العالم، وبالتالي بقى ترتيبنا 117 من اصل 122 دولة على مستوى العالم في الاستثمار. لكن انا عايز اتكلم في نقطة مهمة النهاردة، علشان الجهاز الاداري عشان يقول انه والله القانون ده لو ما تفعلش او لو ما اجازوش مجلس الشعب مصر هتخسر 9 مليار جنيه، كويس القانون اتفعل، فين التسعة مليار جنيه؟ عندنا حد في مصر بيحاسب على التسعة مليار جنيه دول ولا هي تصريحات؟ يعني النهاردة انا مثلا بدافع عن قانون المناجم والمحاجر وعايزه يشتغل بأي طريقة. طيب قلت انه القانون ده لو الدولة
ما نفذتوش او مجلس الشعب ما اجازوش، الدوله المصريه هتخسر 9 مليار جنيه. لا 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 يا فندم، على القانون، انا بقول لحضرتك على القانون. الدوله المصريه ملوش دعوه بالتحكيم خالص. الدوله المصريه هتخسر واردات من إتاوات وضرائب وإيجارات 9 مليار جنيه كويس سنوية. كويس، فين التسعة مليار دول بقى؟ عايزين حد كده يقول لنا التسعة مليار دول دخلوا فعلا ولا هي كانت تصريحات للاستهلاك وبس. عملنا مقارنة بالإتاوة في مصر وبره. لا، الإتاوة بره انت بتتكلم ما بين 1.5 لـ2.5% في مشروعات البحث والاستكشاف اللي هي في الأول، وعلى حد أقصى 5% في الحاجات اللي بيبقى فيها ريزيرفز أو حاجة. احنا بنتكلم على دول العالم أول يعني. أعلى إتاوة شفتها في العالم كان على حاجة اوريدي موجود فيها ديبوزيت، وكان برضو في دولة دول عالم ثالث، كانت حوالي 8% وكانت مكتوبة في البنك الدولي، وده رقم مرعب مرعب. بس ده كان اوريدي خلاص حاجة ملك الدولة واحتياطي مؤكد، والدولة يعني الراجل اللي جاي ما فيهوش ريسك، يا دوبك راجل تنفيذي. لا غير بقى ان انا اكلم ناس واقول لهم تعالى ومش بس بحث واستكشاف، انا لو بتكلم على الحاجات اللي هي النون ميتاليك يعني مثلا الرخام والجرانيت وخلافه او رملة او يا جماعه ده شغل صحراء، شغل الصحراء الريسورسز فيه بتتبخر في ثانيه، كميه اموال في مخاطرات صعبه جدا ان هي تتعمل. لما انا احط مثلا 14% و13% على حاجات زي كده، انا طلعت الراجل ده انا طلعت الراجل بره السوق، طلعته بره السوق العالمي نهائي. وبعدين كمان يعني لو انا بتكلم في إتاوة لازم يبقى عندي دراسه، ما ينفعش تبقى الموضوع فصال 15% لا 12 طبعا، ما ينفعش، لازم يبقى دراسة كاملة وتقنعني. حاجة لو حبينا نتكلم عن انتاج مصر من الذهب، انا مركز على الذهب لان ده مجال حضرتك الاساسي، فكنت عايز اتكلم حجم انتاج من الذهب قد ايه في العام، والاستثمارات اللي فيه قد ايه برضه في السوق المصري. كويس، خليني اقول لك ان لغاية سنة 2011 استثمارات العالمية في النون فيرس ميتالز في مصر اللي هو الذهب يعني بتتكلم في 0.004%، يعني 0.004% من الاستثمارات الموجودة في العالم. ده بسبب ان احنا ترتيبنا قليل جدا، احنا اصلا ما كناش محطوطين في الترتيب الدول العالمية فيما يخص الاستثمار في التعدين عموما، لكن احنا رقم 117 من 122 وتاني اسوأ دولة في افريقيا بعد كينيا. طيب علشان ما نكررش الكلام، احنا بننتج كام؟ احنا المكان الوحيد اللي بينتج في مصر هو منجم السكري 10 طن سنويا. اي امور اخرى فيما يتعلق بانتاج الذهب بشكل فردي لسه عليه كتير قوي يعني، ويكاد لا يذكر. احنا بنتكلم على انتاج المناجم مش السكراب اللي طالع مثلا من حاجه زي سوق الذهب القديم. وعالميا انتاج الذهب بيبقى عباره عن 66% من المناجم و33% ريسايكل. حلو، اتكلمنا عن بشكل عام الاقتصاد بشكل عام، الدولار وازمه الدولار في الفتره اللي فاتت دي هل لها تاثير على المشروعات التعدينيه او الاستثمار في التعدين في مصر؟ لا، المفروض لو الجنيه بتاعنا قل ده معناه ان احنا فرص ان احنا نشتغل في التعدين اكتر يعني. ده لما الجنيه بتاعنا بيقل فرص التجارة بتاعتنا وان احنا نشتغل مع العالم الخارجي ده بيبقى اسهل لنا. لكن ومع العلم ان احنا بنشتغل في الدولار برضو في الاخر يعني احنا، لكن في حاجات ايجابيات حصلت كتيره يعني. النهارده لما التغيير الوزاري الاخير انا شايف وزيره الاستثمار ووزير السياحه جايين من القطاع الخاص، ووزير اخر ما يحضرنيش اسمه دلوقتي لكن جايين من القطاع الخاص، دي حاجه كويسه جدا. النهارده برنامج الحكومه ان يرفع معدل النمو ل 5-6% ده رقم ممتاز. والكلام ولا ادوات حاجه استهلاك محلي زي ما اتكلم والله والله بمعرفتي الشخصيه مهندس شريف اسماعيل ما اظنش انه هيحط رقم غير انه هو متاكد انه هيحقق التارجت ده. انا اعرف مهندس شريف ادام حط الرقم ده استحاله يحط نفسه تحت ان هو ما يقدرش يحقق ده اللي هيحصل. في ادوات الحكومه بتتعامل معاها ببعض الاهمال عشان هي مش عارفه، مش عايزين نقول حكومه بشكل عام، لا بعض افراد الحكومه في هيئات معينه طبعا في الناس بتسمع وبتحاور، ده جديد بيحصل. هي بروسس مستمرة، ما يصحش ان احنا نقف او يجينا احباط او يجينا يأس،
ربنا يكرم. حي كان في استاذ ياسر رزق رئيس مجلس اداره اخبار اليوم، كان عامل مقال كبير مطول بالامس وتم مناقشه المستثمرين فيه بشكل موسع عن الغاء دعم الصادرات وتوجيه لحاجات اخرى زي الشباب، قروض للشباب، المشروعات الصغيره المتوسطه. دعم الصادرات مطالب انه مرتفع 5.1 مليار في الموازنه الجديده، في حين هو 3.5 تقريبا في الوقت الحالي في الموازنه الحاليه. كنا حابين نعرف تقييم حضرتك، هل انت مع الغاء الدعم على الصادرات ام استمراره؟ انا عندي سؤال، هو ما ينفعش نعمل الاثنين مع بعض؟ لازم يبقى نلغي دعم الصادرات ونوجه كله للاس ام ايز، المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ ليه ما نعملش الاثنين مع بعض؟ ما فيش دوله في العالم ما بتدعمش صادراتها، لكن السؤال دعم الصادرات بيروح لمين؟ هل بيتوزع بشكل كويس؟ طب ما انت ممكن تدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه عن طريق دعم الصادرات لو وجهت كل الانتاج بتاع الاس ام ايز للاسواق الخارجيه. هي مساله تنظيم. حضرتك انت في اتحاد صناعات غرفه المواد البتروليه، ايه البرنامج اللي تقدموه لمجلس الشعب او القوانين اللي طالبين بتعديلها ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ انا الحقيقه حضرتك بتكلم عن غرفه البترول والتعدين، انا كان اخر نشاط ليا ان انا كنت عضو لجنه اتحاد الصناعات ممثلا عن الغرفه فيما يتعلق الذهب وال اللي هي البريشس ميتلز، اللي هي البيز ميتلز كمان، اللي هي المعادن الثمينه يعني. وده كان اخر نشاط ليا انا شخصي في شهر 11 اللي فات. بعد كده انا ما اتحركتش بشكل كبير في الغرفه، لكن الغرفه داخله على فتره انتخابات، وبعد الانتخابات مجلس الاداره الجديد ان شاء الله هو اللي بقى يعمل البروجرام الجديد وحاجات زي كده. انا عضو غرفه، ما كنتش ابدا ان انا عضو مجلس اداره، والحقيقه الناس طلبت مني كذا مره، لكن لما الامور تتضح شويه ان شاء الله نبقى نشوف الموضوع ده. سوق التعدين العالمي من 2011 ل 2015 خسران تريليون و 400 مليار دولار. والسلعتين الوحيدتين اللي بيرتفعوا مؤخرا هي اليورانيوم والذهب. الذهب طبعا هو الاستثمار الآمن، لما بيحصل ريسيشن، لما بيحصل ركود، الناس كلها بتتجه ناحيه الذهب، او جزء كبير بيتجه ناحيه الذهب، او لو في حد عنده فلوس كتير جدا وخايف من التضخم، انه معدل تضخم جوه فلوسه، بيوجه جزء منها ناحيه الذهب زي ما بيحصل في الخليج مثلا. لو احنا عندنا اصدقائنا الناس المحترمين اللي نعرفهم في الجهاز الاداري، لو هم مدركين قد ايه الدنيا صعبه جدا في التعدين بره، كانوا فكروا الف مره قبل ما يحطوا البعض الامور اللي محطوطه في مش بس اللائحه وفي القانون. يعني انا شفت كذا تصريح لكذا مسؤول ان القانون ما فيهوش رقم، لا ده القانون فيه رقم خطير، حاطط لي 5% كحد ادنى، ودي من احد النقط اللي انا احد النقط اللي انا الحقيقه كافحت قصادها كتير جدا، انه ما نحطش رقم ثابت في القانون، لا انت حاطط 5% كحد ادنى، كلمه حد ادنى و5% في القانون بعيد عن اللائحه. شفت بقى انت 13% في الايتاوة في اللائحة و14%، وده امر بجد صعب جدا. المناجم بشكل عام في بعض الكلام بيثار انها بتستغل استغلال سيء في الوقت الحالي، بالذات في منطقة البحر الاحمر ومرسى علم، التنقيب سيء بوسائل بدائية بيأثر على العروض بتاعت الذهب والاستثمار بتاع الذهب. كنا حابين نعرف ايه رايك في الكلام ده وازاي نواجهه؟ ده احنا بنسميه السوشيال تشالنجز، تحديات اجتماعية. ده وضع امني ليس الا، و طبعا ده موجود وتأثيره بيبقى محدود، عشان على جيولوجيا ده تأثيره محدود، لكن طبعا بيدي رسالة صعبة جدا انه في ناس اولا هو غير قانوني بالكامل، وده ارتيزنال مايننج، وده موجود في العالم كله وكل دول العالم بتحاربه. دولة زي مصر صعب انه يبقى في قرار انه خليهم يرسلوا في الحاجات دي بدل ما يعملوا لنا مشاكل في حاجات تانية، صعب القرار ده، مش احنا اللي نعمل كده، احنا دولة بنطور نفسنا، يبقى لازم يبقى قراراتنا مدروسة اكتر من كده شوية. المشروعات او المناقصات او المزايدة بتطرح في الاستثمار في التنقيب عن الذهب واليورانيوم والمعادن الثمينة، ليه متوقف ليه؟ مع انه حضرتك بتتكلم انه استثمار هادف وشركات اجنبية كتير بتطالب تستثمر في المجال ده. انا من شوية قلت لك عايزين حد يطلع يقول لنا التسعة مليار جم ولا لا، صح؟ طب عايزين حد يقول لنا يا جماعة ايه المستهدف من الاستثمار اللي احنا عايزينه يجي، لان الناس مركزة بس، وده غلط، مركزة بس اصل لما يطلع الذهب اللي هو لسه ما استكشفناهوش، لما يطلع الذهب انت هتاخد 50 وانا هاخد 50 وانا هاخد 5% اللي هو الذهب لسه اصلا ما عرفناش موجود ولا لا. انا عايز حضرتك لو سمحت تطلع لي بروجرام الاول، اول حاجة انا بستهدف الرقم الفلاني كاستثمار مباشر اجنبي في مجال البحث
واستكشاف واستخراج الذهب والبيز ميتالز. لما استهدفت الرقم ده وجبته من خلاله هحط اهداف اخرى، اللي هو انا هعمل فرص عمل قد كده، هدخل اتاوه للدوله قد كده، هدخل ضرائب للدوله قد كده، هعمل تنميه مجتمعيه باي ديفولت اوتوماتيك لوحدها من الناس اللي جايه تشتغل وشغلت السوق ديت وصرفت فلوس، هعمل تنميه مجتمعيه من طرق، من زراعه، من ابار ميه، من بقد كده. لما تقول لي ده انا النهارده ابصم لك بالعشرة ان انت راجل فاهم تعدين. لكن لو هتتكلم النهارده بفكر اللي والله الاصرار تاني على انه انت تاخد كذا وناخد كذا، العالم وغرب افريقيا ووسط افريقيا وجنوبها عدوا الكلام ده بمراحل واحنا لسه ورا شويه. احنا عندنا مسؤولين بجد بجد مش هزار عمالقه في امور معينه، لكن في موضوع التعدين ده يا جماعه لازم نعترف ان احنا وحشين. لازم نبص المطبخ بتاع القرار. انا بيطلع لي وزير في الاخر، وزير محترم جدا وراجل كفء جدا وعارفه كويس، بيقول والله انا هعمل كذا كذا كذا. لما التصريحات دي بتطلع في التعدين ما بتبقاش في محلها. ليه؟ لان المطبخ وحش. فالنهاردة لازم عادة نظر كده في المطبخ بتاع اتخاذ القرار. يعني انا ما اقدرش اقول ان والله مصر هتعمل شركة وهتطلع 750 مليون جنيه من الذهب اللي في التشوينات. معليك انا اسف، بس هو الذهب اللي في التشوينات ده مش احتياطي عشان تقدر تديله رقم. ولو الفكره بس هو اعتماد ال 350 مليون اللي داخله في التكلفه، ده وضع تاني برضو. احنا ليه يا جماعه ما نحطش ايدينا في ايد بعض ونبتدي نقول ان الموضوع اكبر بكتير من كونه تشوينات او وبعدين معمل تنقيب ده. اصل احنا بنتكلم في نفس القصص بقى لنا كتير جدا. الدوله رايحه فين؟ انت النهارده دوله حطالي مشروع اسمه المثلث الذهبي في الحته الفلانيه وبتقول انا هعمل فيه معمل تنقيه. ده معمل تنقيه الذهب لازم يتحط في افييشن هاب، لازم يتعمل في القاهره، وده الافييشن هاب الوحيد اللي موجود في جمهوريه مصر العربيه. اللي المفروض يتكلم عن الموضوع ده في مصر هو وزير التموين والتجاره الداخليه، وانا سمعته بيتكلم، راجل نشيط جدا الحقيقه بيتكلم عن الموضوع ده، لان هو اللي تحت ايديه دمج الموازين، مش اي وزاره اخرى. الدنيا مش لازم نقعد مع بعض ونتكلم ونحط اولويات ونشوف مين اللي المفروض يعمل ايه، لانه غير كده ااكد وانا ما بقولش سر الناس كلها عارفاه، احنا في التعدين كدوله متاخرين كتير للاسف الشديد. شكرا دكتور. العفو، شرفت.